صباح الخير من جديد. زي ما عودناكم دائما ديما حجاوي بتكون عم تستناكم يوم الاربعاء. ديما كيفك؟ اهلا وسهلا. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. منيحه بناء على طلب الجماهير. شوفي طلبوها كثير مع انها انعملت كذا مره بس طريقتي يعني فان شاء الله بتعجبهم. بطريقه ديما حجاوي. طريقه ديما حجاوي ممتاز. بس هي صياديه في ناس تعرفي صياديه عقباويه في ناس لبنانيه احنا عاملين كومبينيشن يعني من كل شيء ماخذين شوي وعاملين صياديه جديده. بس يعني انا اليوم كثير يعني لابق لي انه انا اليوم اكون بال سمعت انك بتحبيها كثير بموت فيها شرفك خلص كثير مش طبيعي كتير يعني تطبقيها يعني حروح اطبقها. طيب نبلش بالمقادير. تحبي تشرحي اي شيء قبل ما نبلش؟ لا بلش بالمقادير لانهم بدهم شويه وقت الاشياء اللي بدنا نعملها فخلينا نبلش. يلا مقادير. اذا مقادير الصياديه: خمس بصلات مقطعه جوانح، نص كوب زيت نباتي، واحد كوب رز امريكي، واحد كوب رز عادي، واحد كيلو سمك فيليه، واحد كوب طحين، واحد لتر مرقة السمك يعني وملعقة صغيرة قرفة، رشة هال مطحون، ورشة جوز الطيب، وملعقة صغيرة كمون. كتار هدول كتير. وملعقة صغيرة كركم، وملعقة صغيرة بهار سادة، ملح وفلفل حسب الرغبة، ولوز وصنوبر وجوز مقلي للزينة، وبقدونس للزينة، وشرحات ليمون للزينة، وزيت لقلي السمك. هلا شوفي ميس البهارات يعني هم كتار بس انا خلطتهم مع بعض لانه كثير عم بنسال عنهم اللي هي خلطه البهارات اللي بعملها اللي هي جوز الطيب وحب هال وقرفه وبهار اسود يعني بهار اسمه بهار والفلفل الاسود وهون في انا كمان حاطه كركم او عصفر زي ما بتحبوا وكمون. اوكي هلا الخطوه اللي انا عملتها في البيت طبعا بدها هي كثير بصل مقلي فانا قليت كميه من البصل وحطيت جزء منه بمرقه السمك اللي انا عملتها من عظام السمك هلا رح احكي عنها والجزء الثاني رح احط حطيته هون عشان افلفل مع الرز. هلا في ناس بيستغل يعني يعني بيستصعبوا يعملوا مرقه السمك او بيستثقلوا بجيبوا لانه السمك فيليه. هلا عادي هو اذا انت طلبتي الفيليه من عند يعني لما تجيبي السمك اطلبي منهم العظام اللي نظفوا لك اياهم حتى يعملوا قطع الفيليه خديهم معك على البيت وتسلقيهم او بتقليهم بالاول بتحطي لهم طبعا المي مع مطيبات مثل السلري والبصل والجزر كيف كل واحد بتعود انه يسلق الدجاج او اللحمه او السمك. هلا انا بفضلها بمية السمك اكيد تعطي طعمه اطيب. اذا مش موجوده وكثير صعب انكم يعني انه تحصلوها عادي بتقدر تحطوا مي مغليه مع مكعبات سمك او دجاج بس هي البصل المقلي لما ينحط جزء منه بالمرقه بصبغ المرقه فلما نفلفل الرز بتطلع بنيه مزبوطة. اها اوكي. فهلا انا زي ما حكيت حاطه هون نص كميه البصل عشان افلفل مع الرز ومسخنه طبعا المرقه لازم تكون سخنه لما بدي احطها عليه والسمك بدنا نتبله. هلا هون عندنا سمك فيليه قبل ما نتبله عندنا طحين بدنا نغلفه بالطحين حتى لما نقليه يكون شوي بقرمش رح احط شويه شيء بسيط من الكمون بس مع الطحين وملح وفلفل ما بحط كتير بهارات لانه هو الرز الزاك يكون فيه نكهه اكثر من هاي الاشياء اكثر من السمك. خلينا اول شيء بس نسلم على بتول الريان اللي عم تتواصل معنا على facebook.com/dunyayadunya. بتول شوي زعلانة عشان احنا ما بنقرا تعليقاتها فهي بنسلم عليك يا بتول واكيد احنا ما بدنا زعل اي حدا من المشاهدين. رولا درويش كمان تقول احنا مش عم نقرا التعليقات بنوجه لك كمان طب اشرحي لهم الصعوبه اليوم رولا. ليش مش عم نقرا التعليقات كمان اليوم كاشش الايباد شوي زغل عامل دايت عامل رجيم. طيب شيرين عمر اهلا وسهلا فيكي. شيرين في عنا غاده صلاح بتقول بدي طريقه عمل شوربه الزهره بالكريمه. خلص بعطيها اياها هلا على الهواء. هلا على الهواء بس خليني اركز هيك شوي مع السمك تبله احطه على جنب بعدين بعطيها الطريقه يب. بس ذكريني ميس ذكريني اعطيها طريقه شوربه الزهره بالكريمه. دانا تقول لك يسعد صباحك شكرا ديما اكلاتك بتشهي يا ريت تعملي لنا كعك بسميد ان شاء الله هلا قريبا ما انه قرب العيد عيد اخوان المسيحيين يمكن اعمل كعك ومعمول بدي اشوف كيف. هلا هون زي ما حكيت انا البصل قاسمته للمرقه وفي عندي هون شوي بدي احط عليه شوي من الكمون وبدي احط عليه انا حاطه على العين الغلط بدي احطها هناك شوي من الكمون شوي من البهارات المشكله اللي هي حكيناها احنا شو هي طبعا توصوا بالبهارات منيح بحب اقلي البهارات انا مع الرز حتى يعطي طعم كويس يعني هيك نكهه قويه واكيد في عندنا كركم عصفر زي ما بتحبوا اظن لك كمان صار عندنا. اوكي
اوكي بس بنحركهم شوي مع البصل والزيت عشان نقدر ننزل عليهم الرز. طيب ديما احنا ما بدنا ننسى نجاوب على غادة اللي بدها طريقه عمل شوربه الزهره بالكريمه. شوربه الزهره بالكريمه، هلا الزهره انا في ناس بسلقوها، انا بقليها تقلي، بقسمها وردات صغار، بقليها مع بصل وثوم، وبعدين بعد ما اقليها مع البصل والثوم يعني بقلي بصله بعدين ثوم بعدين بنزل الزهره، بعدين عادي بتحطي عليها يا مرقه يا اما مكعب مع مي وبتخليها تغلي لحديت ما تستوي الزهره، بتطرق كانها بتنسلق. بعدين ولا شيء بتحطيها على الخلاط، بتهرسيها، بترجعيها على الطنجره او اذا عندك خلاط الايد، وراسا بتحطي عليها بس الكريمه. كثير طيبه على فكره، والناس بيستغربوا انه شوربه زهره بس طيبه كثير. وطبعا بدك تحطي شويه كمون حتى عشان تعرفي دائما اكلات الزهره بنحط معاها شويه كمون وبهارات زي ما بتحبي اكيد. طيب بدي اقول لعلاء الشيخه رح اليوم احنا بس نعمل صياديه، لانه صياديه رح تاخذ وقت منا شوي، فاليوم بس صياديه. هلا احنا عاملين معاها صلصات جانبيه عشان هيك صلصات جانبيه بس يعني هي الصياديه. ايش صار؟ حرقت الطبخه. هلا لازم انزل عليه الرز. هون انا الرز طبعا غسلته، يعني نقعته وغسلته. هلا انا دائما بحكي اني بستعمل نوعين رز مع بعض. ليه بستعمل يعني الرز الامريكي مع الرز القصير؟ لانه عاده اذا بتستعملي رز قصير لحاله ممكن يخبص، والناس بتخاف كثير من الرز اللي بخبص. هاي الطريقة مضمونة، جربوها، مستحيل إنه يخبص معك الرز بهاي الطريقة إذا خلطتي نوعين من الرز مع بعض. الأمريكي بيخليه ماسك، والمصري هو يعني أو القصير هو للنكهة، بس أكيد نسبة الرز الأمريكي بتكون أقل. يعني أنا حاطة هون كاسة أمريكي بكاستين حبة القصير. طيب اتصال ميسون. هلو، صباح الخير. أهلا، صباح النور، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكي. واخيرا بعد شهر ونص لقت الخط معي. يا الله، شهر ونص، الحمد لله. يا علي عن جد. وقت الجوائز ما كان يلقط عاد. انا يعني من المستمعين لمحبتكم دائما كنت اتلفن. وقت الجوائز ما كان يلقط. يلا يلا مش مشكلة يلا. صوتكم أحلى جائزة. يلا مو مشكلة. ما هو طبعا وقت الجوائز بلقط، يعني إذا بالأيام العادية من دون جوائز ما يدوب بلقط، فكيف وقت الجوائز؟ يعني كنا نتمنى أنك تربحي، بس أكيد دائما إحنا في عنا مفاجآت. ما يكون حبيبتي الله يسعدك. بقدر أحكي مع ديما؟ طبعا ديما معك، بس دقيقة عشان أقدر أسمعك، يعني بدي أبعد عن الغاز دقيقة واحدة. أوكي يلا. بس هون أنا حطيت مرقة السمك على الرز، بدي أخليها تغلي غلوة بعدين أسكر عليها. اهلا حبيبتي، تفضلي. كيفك ديما؟ يعطيك العافيه. اهلا ميسون حبيبتي، يسلموا ايديك على الاكل. وايديك يا ربي. بس ممكن اطلب منك تعملي لنا اشياء مالحه؟ الموالح هاي اللي يعني موالح بدك طبيخ قصدك ولا مقبلات؟ موالح بالعجين وهاي القصص يعني. اوكي بالباف بيستري والمعجنات بنعمل لك اكيد. نعمل لك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اكيد اكيد ميسون. تحياتي لك ولميس. اهلا وسهلا فيك. باي باي. باي. هلا ميس بس بدي استنى انه الرز شوي يغلي له غليه بعدين بنسكر عليه. وزي ما احنا شايفين لما نحط المرقه من البصل يعني هي اوريدي لونها هيك يعني بني بفعل ميه البصل كمان غير انها مرقه سمك. طيب السمكات عندنا جاهزين. اليوم ما طلبتي شيء مني اساعدك فيه؟ لا حبيبتي شكرا، خليكي انت على الكرسي قاعده. ارتاحة. خليك حبيبتي، ما شاء الله عليك حلوة منورة مرتبة ولابسة أبيض وأحمر وبتضوي ومش شوبانة مثلي. وقعدي خليك على الكرسي. طيب هلا الزيت شلناه لأنه خلصنا منه. طب ديما مبدئيا احنا معنا 3 دقائق. لا انت تخوتي. لا ما بتخوت. خلينا نسكب الصيادية معناته. طب أقول لك تعالي تسلي. طب 4 دقائق. تعالي تسلي، تعالي. طيب. حطي لي الصوص الحمراء. هي في عندك معلقة هون. هي رح نطفي الغاز، حطي لي الصوص الحمراء هون. حاضر. بس حطينا ملح، احنا حطينا ملح سنح، ما حطينا ملح. تبدنا حطيت فلفل انا اسود بس الملح احتياط. يلا انا رح اخذ بس الرز من هون. ديما طب انت يعني بتطلب مني احط لك الصوص الحمراء ومش عاطيتيني معلقه؟ وانت هاي شو اللي جنبك الكبيره اللي لونها اسود؟ اوكي هي. ايش اسمها هاي؟ شوكه. طيب معنا ايمان. حلو. اهلا يا ايمان. كيفك معي؟ اهلا وسهلا فيكي. منوري وما شاء الله عليكي. حبيبتي الله يخليكي. ممكن احكي مع ديما؟ طبعا. ميس معنا؟ ايمان. ايمان, إيمان. اهلا ايمان. كيفك؟ اهلا ايمان، كيفك حبيبتي؟ الله يسلمك الحمد لله، يسلموا ايديك على كل اللي بتعمليه. يا الله الله يسلم عمرك يا ايمان حبيبتي. انا معك على الصفحه بوسي. بوسي شو بقولك مش كلهم اسامي متخفيه، طب انا كيف بدي اعرفكم؟ طب ايمان ليش اسمك بوسي؟ ما اسم دلع بنتي.
اسم درع بنتك، فانت هيك بتسمي حالك. ماشي يلا الله يخلي لك اياها. الله يسلمك. تعال احكي لديما يسلموا ايديكي. وايديكي يا حبيبه قلبي. وبس على البوزه ان شاء الله. في طلب كبير على البوزه. خلص خلص يعني مرة. بس لما تشوي بالدنيا شوي يعني، انتوا كثير مستعجلين يعني على قليله، بس ما تمطر ان شاء الله. يلا حبيبتي اهلا وسهلا. كيف الاداء؟ والله رائع رائع. طب اسمع جيبي بس هيك كلينكس امسحي لي حفايف. صح حاضر اوامر. انا كثير بحب لما تشغليني اصلا. يلا عاد عن جد بحب والله. بس طيب. يعني ما تطلب مني اشياء محرجه بس خلص. طيب هلا انا عندي هون للتزيين، بس احط السمك اول طبعا. حاطة جايبة البصل المقلي باقي الكمية أكيد، وبعدين في عنا لوز وصنوبر، بس أنا كمان آلية جوز. جربوها مع جوز كتير طيبة. أوكي هاي خلص. هاي خلص حطلك إياها. وهذا خلينا نشيلها هيك عشان ما يضل يطلع صوت. طيب هلأ هون في عنا باقي كمية البصل المقلي. هاي خلص لك إياها. وهيك سخنة كتير رح أخليه بالنص، ما بدي هيك، بدي كل شيء يبين. مشهي هيك هون. ولسه القلوبات طبعا. القلوبات زي ما حكيت انا كمان عامله جوز، كثير طيب مع الصياديه، مع انه مختلف مش كل الناس بحطوه، بس طيب. خلينا نحطه مع السمك حتى يبينوا. كيف مايس مبدعه انت دائما. انا بقول لك قديش انت مبدعه، يعني انا تعبت قد ما انت بتطبخي طبخات زاكيه. عجبتني تعبت. ليش تتعب؟ انا المفروض اتعب مش انت. لا انا تعبت انه انت تعبت قد ايه انت شاطره وقد ايه احنا بناكل كثير. سامعين ايش يعني؟ مش عارفه ايش احكي لها، ايش احكي لها؟ قولوا لي تعبت حبيبتي. بس ان شاء الله تكوني هيك عم تلقطي كم من شغله ان شاء الله. انا على فكره هو اخرتي رح اطبخ. والدتك صارت صديقتي على الفيسبوك. والله ان شاء الله يعني اذا مش انت على القليله انت هيك انه تاخذ لها، مع انها كيت شاطره، سمعت انها كثير شاطره. كثير شاطره فانه هيك تطبق لك كم من شغله من هدول الاشياء. مش كثير بتحب اكلاتك اصلا حبيبتي، يعني لما تشوفك بتقولي اليوم ديما هيك عملت بدي اعمل زيها، وبتقولي كيف عملتها قلت لها ما بعرف. كيف المنظر يا ميس؟ ديما رائعه انت. طيب خلينا نحط هذا لقدام حتى اساعدك.